هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح نكون عم نتمرن سوا، بس بالعاده انتم تعودتوا علي انه كون عم بتمرن على السطح مع قرايبيننا، بس بما انه عنا ساعه عم بسكروا الجيمات وساعه عم يعملوا لوك داون، بيقوم ماريو بجيب عده الجيم تقريبا كلها، يعني فينا نعمل من خلال هول المعدات اللي جابهم ماريو تقريبا كل الحركات. سو هلا رح فرجيكم عليهم، وهلا بسكر البلد بيعمل لوك داون بسكروا الجيم، شو ما صار نحن بضل فينا نتمرن. سو جايز، فيكم تشوفوا هون في عنا هول الدبس، هول خصوصا للكاليستانكس، صح؟ صح. هون في عنا الفوم رولر كرمال التعديل، الاوزان هون، عنا الدمبلز، هلا شوي الطاوله مكركبه زبطناها قد ما فينا. هون في عنا المالتي ستيشن، قلت لي ماريو اسمه؟ صح، مالتي ستيشن. هون في عنا تشيست بنش مع البار، وهون في عنا للبول اب، وهون فينا نعمل المصر اب. روح على نحن. شو رح نبلش؟ بس في هاي اللي شفتني عم بعملها. انت شو وقت مرة؟ روح مش على اساس بتجرب تمرن معك كاليستانكس وباك. ما عم فتنا. ما بعرف اتدرح فيه. هول الشباب هون، خليل، اميليو، هاي، وهيدا البرو هون. الكوتش. طيب. هلا اللي رح نكون عم نعمله، رح نكون عم نعمل حركات كاليستانكس، ما بعرف انا شخصيا قد ايه رح فيي اعملها، ومن بعدها رح نكون عم نعمل باك اكسرسايز. اوكي يلا نبلش. انا عطول لك كان نبلش بالحركه الاصعب، بعدين نصير نخفف شوي. اوكي اضرب. حلو كتير. هل كلكم فيكم تعملوها؟ لا بس لا. يا لو انت طالع بس ما كيف ما التاني بيجرى. لك مشكلة إذا واحد علق هو ورجع لورا. ما هيك أنا علق. لا شوي خلي رجليك حدك نزل شوي. إيه بس. طب هلا قد نفتح؟ إيه فيك تضيق شوي زي. أيوه. اوعى يفلتوا ايديك، بس انتبه خليك ماسك شو ما صار. معناتك مشدودة؟ لا بخليك. ايه لا بخليك. مش طبيعي. فرجينا الابزة برو. كينج. هاي شو اسمها الحركة هلا؟ هاي دي شو هيدا الهاند ستاند. اوكي. هو المفروض يفتح ايديه بالعادة. هلا بصير قرر بدك تعلم وبدك توطي انت. شوف المحكم بحالك زباح، غط ما كان بلونا مزبوط، ما تقدر برو. ضغط الراس مش طبيعي. ايه طبيعي، لانه بعد حركة كتير قاسية ليك. سبراء انتو كيف تعملوها؟ انتو فتحي ايديكم يا زلمة. مخي ما انت ما فيك تبلش هيك دغري، اول شيء تبلش دكة قدام. لا في وما هذا يبلش دكة عن حاله، يبلش يكمل عن حاله. هو مستحيل هيك. انا هيدي لانه بدك ظهر. هلا بنعمل جونين ظهر غير شكل.
وقت شوي. خلص خلص. بس هذه أول قبل ما تبلش تعلم جل. ما ما بحس حالي عمله. لا حلو لا بلدش أقل ما بدك تتفش بيش طب خلص بركوا بعد هاي دي جدا يا ويلي وحش وحش كينج برافو ديك اه هو مفروض بعد جرال ايه قال لك شادي تلكو شد رد حالك رد رد بس ضلك ما لديك اهم شيء مش مال بيدك شو مش مال بيدك وين عقب بعدين تاني شيء ضهرك كتير اوكي ضهرك كتير اوكي بعدين الواحد بيدك بعد ما قوي ايدك هيك كلها وحش 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 هات اللي يعت وحش انا لازم اقل من نص ساعه ما ينزل يا ويلي ايه هذا ايه برو ها انا كنت ايه بالميلتين بتجرب توصل تقريبا بلانشي ما بدك بلانشي بس بتجرب توصل يعني اول من قدام ضل مدت ايدك لتصير هيك اوكي ولقدام مثل الالست اوكي ثبت اوكي بس بعد هلا اوكي بس ما ضروري تسبح كتسبح بس تحس حالك شدت نفس العضله رجع ضغط هوب ايوه حلو حلو برافو مزبوط اوكي بس لا خليك فرد وحدك فرد قطعه اطلاق ما تنط ما تنرجح صح ما بيأثر لو تنرجحت ما انا هي مشكلتي بس مشكلتي ما تطلع على طلعتين فرد طلع برافو 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 فتحت الايد صح اهم اذا مرتاح فيها تستبدل هاي بمادة الإشي بركة تانية واحدة تعمل بينجوين بس زبطت فتحة إيدك مظبوطة فتحة إيدك أوكي. بعد عندك الرجعة الرجعة انتبه يكون فيها مش نتحة بإجراك إجراك بس يصيروا جالسين ايه صح؟ بس انت تصير مثل سوبرمان تخيل حالك سوبرمان وطالع هون طالع على اللمبة برافو ما بيأثر هيك احسن من الاول لانه قبل كنت عم تعمل بينجوين اول ما تبلش انت بتكون هيك اول شغله بشد معك اوكي شدت معك وربيت اجرائي لعندي اوكي هيك بهدف
اوكي؟ بعدين بلش جرب علق ايدي، اوكي؟ بدي هادي مد ايدي شوي شوي اكثر وبعلق هادي مد على الاخير بطلع هادي وبنحكي بعدين. واو برو واو واو عن جد برافو بيشرح لك برو عم نعملها برافو عن جد وحش لا بعد شوية بدنا نعمل رفيش ولا هلا ها حتى ها فيك تمسكها ها كمان وها لتهدي المرجحة بها فتول ايدك ايه بس برو لاقع على الكور هلا لا بعد ما هديت اوكي برو 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 الاثنين بيفتحوا مع بعض الاثنين بيمدوا مع بعض الاجرين والايدين برو بس ما بس سويز سويز الكور برو الكور ايوه بس برافو. تنزل رخي ايديك مت حيل لا لا رجعت كثير شوف روح اتصرف بطل شادد الكور شو؟ بطل شادد بس هالقد يقلب يعني اه ايه هيك جاز شوف كنت عم اقول لماريو يعمل لها وحده ماسل اب اللي ما بيعرف شو يعني ماسل اب بيلقط ايديه على البار ببلش من بيكون فوق وبيرجع بيصير فوق البار فعم اقول له يعمل لها وحده بيقول لي اكتبوا لي بالكومنتس وبعملها سو اكتبوا لنا بالكومنتس ماريو عمل ماسل اب خليه يفرجينا وحده حركه كثير 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 صعبه من اصعب الحركات اللي ممكن واحد يعملها كويس وخليك مركز يلا كينج برو كينج طب كيف انا بالاول كنت عم بقدر ابرم جري لورا وهلا لا بكون اول شيء ايش تعمل؟ كنت عملت ايه برو ايه برو ايه برو كبست الجاي قول برو اوكي انا ما في شغل هيك برو برافو ايزي جيم برافو يلا خلص برافو لا ما بس رامتي برافو 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 خلص تعبت برافو بس مد جريح سبيت سكويز لكم ريح علي ومنت بنش ايه منت خليك كتير علي رجعش الكورة
بلش هلا هذا بلش جلس لك هرب لك لك برافو والله ما يطلع بيدك هرب خليك سو جايز مثل ما شفتوا الحركات اللي كنا عم نعملها ثلاث ارباع خاصه بالكاليستنكس انا صراحه هذا الشيء كتير جديد علي كرمال هيك شفت انه في كتير حركات ما قدرت اعملها يعني رح جرب التزم بالتمارين اللي هن عم يعملوها وبعد شهرين بنشوف التقدم اللي صار عندي وانا رح ادعكم من هون وهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو ما تنسوا تنزل تعمل لايك وسبسكرايب Bye. You can say, you can say.